مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. موضوع الحلقة موضوع مهم جدا، وبنتكلم عن التحرش، وكلنا طبعا عارفين ان التحرش ده اضطراب سلوكي يدعمه خلل مجتمعي من قبل الأسرة. عشان كده النهاردة دايما بنتكلم ونوعي كل أم وكل أب ياخدوا بالهم من سلوكيات أولادهم، لو عندهم أي سلوك إزاي يعني يعدلوه، وإزاي نوعيهم لو مثلا تعرضوا لأي موقف من المواقف دي. خلينا نتكلم أكتر مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في لمتنا الحلوة، دكتور سالي الشيخ، استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي ومنورانا. أهلا بيكي، ميرسي. عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. طيب دكتور سالي، اسال انا اول سؤال؟ ماشي، حاضر. عندنا اسئله قد كده، مش عندنا اسئله كتير. انا مش مقتنعه انا كمها ان المتحرش مريض. عارفه السؤال هو حسيته قبل ما تسالي؟ في وشي طبعا. هو عشان ما نقدرش نقول ده مريض يا عيني. هو مريض عشان احنا كاننا بنسبه، بس بس يعني ايه اللي ممكن يخلي انسان كامل كبير راجل ناضج متجوز ومخلف وكل حاجة، طفلة زي دي مثلا ممكن انها تثير اي حاجة فيه؟ طبعا هو كلام حضرتك مهم جدا لكذا حاجة، لانه بالنسبة للواقعة دي بالذات اللي هي حصلت الفترة الاخيرة كم يوم الاخر، ده اللي هو البيدوفيليا، يعني ان هو الكبير يتحرش باطفال صغيرين، اللي هو بالذات السبع سنين الخمس سنين السن ده. ده موضوع تاني، ولكن مش كل تحرش يعد مرض نفسي، عشان احنا دايما بنحب نتكلم كده ان احنا اي حاجه نلزقها في الايه، في ان ده مرض نفسي ولا لا. لا طب يعني اوكي، التحرش ممكن يكون ناتج عن مرض نفسي ولكنه انحراف سلوكي، فممكن انا اصلا كانسان ابقى عندي انحراف سلوكي واخلاقي ملوش اي علاقه بالمرض النفسي خالص، عشان مش كل كلمه او مش كل واقعه تحصل نقوم حاطينها لا اصل ده تبع مرض نفسي. لا، لان هو واضح مثلا ان هو شخص لا يتعاطى المخدرات، يعني واحد ببدلته وراجع من شغله ويبدو ان هو رزين وطلع تقريبا حج او عمل عمره كذا مره، يعني مش مثلا تحت تاثير حاجه فنقدر نقول ده مثلا الواقع دي تحت تاثير مخدرات مثلا، فممكن لا، هو مش كده، هو انسان في كامل قوى العقليه. بالظبط. هل في بعض التحرشات تعد من الامراض النفسيه او نتيجه انعكاس لمرض نفسي؟ في توجد، ولكن ليس كل واقعة تعتبر اضطراب نفسي أو مرض نفسي. لا. طيب في حاجة بقى عايزة أقولك عليها، يعني ده بيبقى سببه مثلا تأثير من الأسرة أو من تربيته من زمان، ولا في مراحله العمرية مر بحاجات خلته عنده الانحراف السلوكي ده؟ ممكن طبعا هو غالبا بيبقى مر بحاجات معينة من الطفولة وصلته ان هو زي مثلا لو ولد أو بنت اتعرضوا لتحرش في سن صغير قبل المراهقة مثلا، طبعا بيبقى عنده ان الجنس نفسه فيه مشكله، ان هو بيبقى عنده فضول جنسي، في حاجه اسمها الفضول الجنسي، تعريفه بالموضوع ده، تعريفه بالمعلومات الجنسيه نفسها بيبقى في سن بدري شويه، بدل ما اعرف المعلومات دي عند سن المراهقه في 13 14 سنه في السن الطبيعي بتاع البلوغ، انا ببدا ان انا اعرفها من قبل كده، فبشوف بفتح عيني زياده على بعض الحاجات اللي انا مش مفروض اعرفها في الوقت ده، فطبعا بيبقى في خلل نفسي، بيبقى في خلل هرموني وخلل في كيمياء المخ، اما البني ادم بيعمل اكستريم جدا علاقات وبيبقى عايز يكتشف و و و، اما ان هو بيبقى يعني احنا كبسوليتد كده في حاجات وبيظهر بقى سلوكيات من هذا الوضع. ولكن في بيحصل نتيجه للنشأه وبيتعرض لظروف معينه، وليس كل متحرش يتعرض لتحرش زمان، يعني برضو علشان نبقى واضحين مع الساده المشاهدين. ممكن تتأثر بايه؟ يعني حاجه زي ايه؟ ممكن يكون متأثر، ما هو التحرش نفسه هو انتهاك للحدود، انتهاك ان حضرتك بتنتهكي حدودي الشخصية والخاصة بتاعتي، ممكن يكون ناتج من فعلا اضطرابات نفسية زي الاضطرابات الجنسية، ممكن يكون ناتج من الأمراض الذهانية مثلا. لا معلش، اضطرابات جنسية يعني؟ اضطرابات جنسية في قسم أو سكشن اسمه البارافيليز، يعني بعض الانحرافات الجنسية، تشابتر كده في الطب النفسي في الاضطرابات الجنسية سكشوال ديسوردرز، جزء اسمه الانحرافات الجنسية، بمعنى أما مثلا وقائع كتير بنسمعها نبقى في أتوبيس ومثلا حد يعني تصرف فجائي مش مفهوم وهو ما بيبقاش عنده إدراك بيه، ومنه أنواع كتير وأسماء أمراض كتيرة أو زي الفتشيزم والتجسس والتلصص والعرى وإلى آخره. فهو البيدوفيليا التحرش بالأطفال ده يعد فعلا اضطراب جنسي نفسي طبعا. ولكن إحنا هنا بنحب
معظم الناس تحب تعمم انه اي مشكله تحصل لزقها مريض نفسي. فطبعا انا لا اقدر ان انا احكم على هذه الواقع انه مريض نفسي، لا تعالى بقى اعمل لك اختبارات نفسيه واعمل لك تقييم نفسي واشوف التاريخ العيله ايه وتاريخ المرض ايه عشان احكم هو مريض نفسي ولا لا. بس مش اي حاجه كده. لكن التحرش بيبقى ناتج من بعض الاضطرابات النفسيه زي اللي قلنا عليها، وبيبقى جزء منه ليه علاقه بالحاجات النفس المجتمعيه، الظروف النفس المجتمعيه، الكبت الاسري الشديد، الحمايه الزياده، وعدم المعرفه. يعني احيانا الاهل بتبقى مفيش تواصل مفتوح ما بينهم، وبالذات حتى للولد او البنت في سن البلوغ في سن المراهقه. فالولد او البنت بياخد المعلومات الجنسيه منين؟ ممكن يكون بياخد معلومات جنسيه خاطئه من اصدقاء، من يجرب من البيئه المحيطه اللي يجرب من البيئه. طيب دكتور، انا يعني الجزئيه دي فهمتها، بس عايزه افهم تاثير ده على 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 الطفل نفسه. ده مأساة، وتاثيره كمان على الكبيره. يعني لو حتى حد يعني حتى الكبيره لما حد بيتحرش بيها بتحصل كسره في نفس الواحد كده، هي بتحس انها مباحه. بصي حضرتك، انا مش مباحه لحد، هي غير مباحه، يا ريت توصل عندنا مباحه. هو طبعا يعني اتعاملت مع ناس ضحايا التحرش الجنسي كتير قوي، فده غير الكسرة النفسية ليها وللأهل. أولا البنت هنا بتحس بضعف ثقة بالنفس غير طبيعي، اكتئاب، بيجي لها اضطراب ما بعد الصدمة، بتحس ان هي أنا أسفة أداة جنس، يعني سكس أوبجكت، هي فقط مستخدمة في ده، وتبدأ تلوم نفسها ان انا السبب، وان انا اكيد كنت لابسه مش عارف ايه، واكيد كنت عامله ايه، اكيد مشيتي، واكيد اكيد ننزلي في وقت متاخر. فبيبدا السلف بليم ولوم النفس اللي هو بيسبب لي الاكتئاب واحيانا الانتحار. بنشوف بنات كتيره جدا يعني كانت البحث بتاع الماجستير مش الدكتوراه بتاعي كان عن التحرش الجنسي وعلاقته، انا اسفه، الفتيات المدمنات. ففي نسبه عاليه جدا لقيناها في البحث ان حوالي 60% من البنات اللي بتدمن مخدرات اتعرضت لتحرش الجنسي وجالها اضطرابات ما بعد صدمة. فقد ايه الموضوع خطير، يعني مش بس كسرة، لا ده كسرة واضطرابات نفسية واضطرابات جنسية. ممكن البنت دي تبقى خلاص هي حصل لها وعي او انفتاح لشيء معين، اما ببقى عايزة اجرب ده بقى وعايزة اشوف ده ايه، طب جايز مش انا السبب، ما جايز انا السبب، فطبعا بيعمل خلخلة في ثقة بالنفس. في السن بقى الصغنن قوي زي اللي احنا شفناه ده بيعمل نفس ايه بقى؟ بيعمل نفس الكلام. نفس الكلام طبعا. يعني هي بتبقى مدركه ان في حاجه مش عاديه حصلت. هي البنوته كانت 7-8 يعني 7 سنين. سبع سنين لا مدركه، سبع سنين لا هي فاهمه، بتروح مدرسه وبتقابل الناس وبتشرب وبتشوف الناس. الكلام ده لو حصل لواحده بيبي في اللفه، وبيحصل بيحصل عند سنه وسنتين. ده بقى المريض النفسي، ايه اللي يشدك في سنة أو سنتين أو حتى 6 سنين؟ هو خلل، هو حاجة مفيش ملامح أنوثة أصلا. بالظبط. طيب أنت برضو ذكرتي نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها النهاردة لكل الناس، إزاي نوعي الأطفال؟ يعني واحدة عندها 7 سنين تعرضت لموقف زي ده، إزاي تبدأي مع طفل عندها 7 سنين أو ولد عنده 7 و8 سنين لو حد يعني عمل معاك حاجة زي كده أو تعرضت لحاجة زي كده؟ إزاي تتكلم؟ إزاي تكون جريء؟ إزاي ما تخافش؟ إزاي ما تسكتش على فعل زي ده فاضح ممكن بعد كده يؤدي لحاجات أكبر؟ هو حقيقة دي نقطة مهمة جدا، لأن هو كمان مفروض تحصل من قبل ما يحصل أي تحرش. المفروض إن أنا كأم أقعد مع بنتي مثلا، أفترض إن هي البنوتة اللي حصلت، أقعد مع بنتي والأب يقعد مع ابنه أو الأم تقعد مع الاثنين، ولازم نوعيهم قبل دخول المدرسة أو قبل دخول الحضانة كمان. يعني أول ما الطفل يبدأ يوعى كده ويشوف، مفروض دي أجزائك الخاصة اللي في جسمك، ما ينفعش إن أنت حد يلمسها، ما ينفعش دي بقى إن أنت حد من كل أم وأب. أنت عارفة إن أنا عملت كده مع أولادي وأولادي الولاد. واللي لفت نظري، أنا بس يعني بحكي قصة عشان الأهالي برضو ياخدوا بالهم. أيوة، اللي لفت نظري والدتي. يعني أمي جت في يوم قالت لي أنا زعلانة عشان الولاد بيلعبوا مع أولاد أكبر منهم في السن. أنا ما كنتش مدركة ومش واخدة بالي. بصي قد إيه إحنا بتفوت علينا حاجات. يمكن بقول والله العظيم الحاجات دي عشان فعلا تنبه أولياء أمور تانيين. قلت لها وإيه يعني ما يلعبوا؟ يعني هم صحابهم في السن ده أكبر شوية 4 سنين. قالت لي لا، 4 سنين اكبر دخلوا سن كده. قلت لها ايه برضو يعني ايه، فين المشكله؟ انا مش شايفه ان في مشكله، انا بعقلي مش جايبه مشاكل. فهي قالت لي لا، هم بتتفتح عينيهم على حاجات وفي مشاعر واحاسيس جديده هم عايزين يجربوها. بالظبط. فممكن يحصل كده. انا اتوهمت، طب اتكلم ازاي؟ وعايزه اتكلم ولازم اخد دور بقى. خش بقى منين الموضوع؟ اللي حطيتهم قدامي على السرير
اللي هو انا رعبتهم. أيوة بس ممكن اكون صرفت غلط، ما انا مش عارفه. انا قعدتهم وقلت لهم اوعوا مخلوق على وجه الارض يلمس جسمك. بالظبط كده. ليه يعني ايه يا مامي يلمس جسمي؟ ايوه يعني ما يحطش ايده على رجلك، ما يحطش ايده على البوبو، ما يحطش ايده مش عارفه ايه. صح. انت فاهم؟ لان في ناس بتجرب كده تقعد تحط ايديها كده في حاجات، والحاجات دي ممكن تجيب امراض ما فيهاش هزار. امراض مميت. انا من كتر خوفي عايزه ارعبهم. مميت. اللي هو لو جه حد طبطب عليه هيصرخ. بالظبط. هو عارفه قصدي؟ فبجد خوفته جدا. فضلت قاعده مش عارفه انا عملت صح ولا غلط، بس الحمد لله لما كبروا هم بيضحكوا بقى على الموقف دي، يقولوا صوري ان انت كنتي فعلا عامله لنا حاله من الذعر لدرجه ان احنا خايفين حد يطبطب علينا يعني. بس عديتي المرحله دي، عديتي ان هم مش فاهمين. كان بالزبط. الجزء ده هو اللي مخوفني. أيه. الوقت اللي هم بيبقوا في سن فعلا 7 و8 سنين ومش فاهمين، وارد جدا ان يبقى جيرانهم اكبر في السن فبيلعبوا معاهم. اللي حضرتك بتقوليه صح جدا. يمكن بس يعني فرصه ان احنا مع الوعي ان هو مش سياسه التخويف، يعني احنا مش بنخوفهم بس بنقول الكلام ده، انه وغير انه ما حدش يلمس جسمك والبرايفت بارتس او اجزاء جسمك الخاصه وانت داخل الحمام ما حدش يدخل معاك، لان في ناس بتبقى لا انا هدخل الحمام. في حاجات زي كده، فبنبدا نوعيه ان دي حاجه خاصه وخصوصيه من باب الخصوصيه، ان ما حدش يلمسك، ما حدش يقرب منك بطريقه معينه بشكل معين، علشان حاجات كتيره قوي بقى يعني، علشان دي حاجات كتير بس اولهم الخصوصيه، عشان دي جسمك، دي حاجه خاصه بيك انت. ما حدش يلمس جسمك غير ما يستاذنك. دكتور سالي، المتحرش ممكن يتعالج؟ ده اضطراب سلوكي، احنا اتفقنا. وان في شخص زي ما احنا شفنا في التلفزيون، شخص محترم، شخص لابس لبس يبدو ان هو يعني شكله مش مثلا مش متخلف، مش واحد عايش في الشارع. لا. ده ممكن يتعالج؟ ممكن يتعالج طبعا. ممكن يتعالج، لان دلوقتي اولا مدارس العلاج النفسي كتيره جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه العلاج انواع، زي ما اتفقنا او كل مره بنقول ان هو علاج الجلسات النفسيه، العلاج السلوكي، التاهيل النفسي، العلاج المعرفي. بس يروح برجله بقى ولا حد يوديه، ولا هو لما يحس ان عنده اضطرابات؟ ما هو لو وقع زي دي مثلا على حسب الخسائر، يعني انا هروح اتعالج على حسب حجم الخسائر اللي عندي في حياتي. هو مثلا هذا الشخص ده هو اتفضح خلاص. يعني هو في كارثة. هل الفضيحه دي بقى يا دكتور ممكن تكون احد يعني اسباب العلاج؟ ان هو مثلا اتفضح فبيبقى كده ممكن هو يلجأ للعلاج لانه اتفضح؟ ممكن طبعا تبقى الفضيحه، ممكن يبقى حد قفشه، وغالبا بيبقى كده ان الناس بتقفشه فبيحس ان هو عايز يتعالج، منبوذ خلاص بقى. شخصيه منبوذه مش هينفع ان هو يكمل. بالظبط كده. طب دكتور احنا هنكمل كلامنا عشان لسه عندنا اسئله كتير بحقيقي، بس نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا دكتور سالي الشيخ. دكتور سالي انا عايزه اسال على حاجه مهمه. هل وقع فعل التحرش على الاطفال او على الكبار بيختلف من سن للاخر؟ يعني ممكن كبير يستحملها وصغير ما يستحملهاش، او صغير ما يفهمهاش وكبير يفهمها فيتاثر، ولا على حسب تركيبته الشخصيه؟ على حسب الاثنين، على حسب السن وعلى حسب تركيبه الشخصيه، بس هو برضو مين للسن. يعني لو واحده كبيره اتعرضت للتحرش هي يعني هيبقى ليها رد فعل اكيد، او مش هتاخد الموضوع على نفسها، مش هتعمل شخصنه للموضوع ان هي فيها حاجه مشكله وان هي السبب او ان جيلها اكتئاب، بس هي هتحس ان في حاجه سخيفه حصلت. فرد فعلها هيبقى مختلف. وبعدين على حسب التحرش ده عامل ازاي، هو تحرش ولا اعتداء ولا يعني، اصل في انواع من التحرش طبعا. ملامسات، درجات وانواع وكده. الحاجه الثانيه انه السن كل ما كان اصغر كل ما كان اصعب. والله معقوله؟ طبعا لان كل ما حضرتك ما عندوش قدره تحمل لحاجه زي كده، ما فيش قدره تحمل، ما ببقاش فاهمه. كل ما كنا اكبر كل ما كنا انضج، كل ما كنا اوعى، كل ما فهمنا اكتر وبقى عندنا وعي مجتمعي اكتر او وعي نفسي، فهقدر بنفسي ادافع عن نفسي. بالزبط. اللي هو اقول ايه ده واحد قليل الادب، ده واحد مريض، ده واحد مش عارفه مختل، ده مش هاخدها على نفسي. لكن طبعا السن اللي هو من الاطفال الى المراهقه كلها ويعني لحد العشرينات مثلا، او ممكن يبقى في تاثير
اصعب كتير جدا من واحده سيده ناضجه اتعرضت لموقف تحرش سخيف، وعلى حسب الموقف، لان كان في مثلا من كذا سنه الواقع اللي هي بتاعه الست اللي حصلت وكذا حد كانت لما حواليها. طب ما دي واحده ست كبيره برضو، كانت ثلاثينات او حاجه زي كده، بس كانت اغتصاب، كانت يعني سلوك عدواني فظيع بشع. فبرضو موقف زي ده لا طبعا بيثق، يعني بيضرب الصحة النفسية وبيضرب الناحية النفسية جدا. على حسب الموقف، على حسب السن، ولكنه في الآخر تحرش، فهو في الآخر انتهاك. زي ما حضرتك قلتي ان فعلا التحرش درجات، وفي ناس بتقدر تروح لدكتور، وفي ناس بتقدر تاخد الموضوع بتعالجه نفسيا، وفي الام بتساعد وفي الاب بيساعد، بس في ناس كمان ما بتقدرش تتكلم، ما بتقدرش تبوح بالسر ده، بتاخد الجريمه اللي حصلت او اللي حصل ده السلوك ده وتسكت. ازاي نتعافى سواء كان صغيره او كبيره؟ ده في ناس بتسكت، وفي اهالي اما البنت تيجي تحكي لهم الاهالي ما بتصدقش، مش بقى بتعنف البنت، لا دي ما بيصدقوش، لا اكيد، لا انت متاكده من اللي بيبقوا في انكار. لما يبقى حد من الاقارب الام، لان ساعات بيبقى فيه الناس القريبين اللي احنا مأمنين لهم قوي قوي هم اللي بيعملوا التصرف ده، فلا يمكن حد يصدق، فبيبتدوا فالبنت دي تأزمها نفسيا طبعاً اكتر. ياما شفنا حالات الخال العم ابن العم وهكذا، تيجي البنت تحكي للام، وطبعا ده بعد سنين، مش لازم اون ذا سبوت يعني طبعا. فتحكي لها مثلا بعد شهور او بعد سنين، او في ساعتها الام ما تصدقش، فتبدا البنت بقى مش يجي لها مرض نفسي ده، هي تحس انه مفيش امان اصلا طبعاً. يعني اذا كان الام او الاب اللي المفروض يحميني. ويبقى بنعالج البنات او الولاد، بنعالج البنات من الامراض النفسيه اللي هي من ضمنها انعدام الثقه في الاهل، في الاهل نفسهم. يعني طب انا اروح لمين يحميني اذا كان ابويا عنفني او ضربني، واذا كان امي ما سمعتنيش؟ طب ازاي دول يتعافوا اللي مروا بالسلوك ده؟ ازاي يتعافوا؟ احنا بنلجا طبعا لمدارس العلاج، من ضمنهم العلاج بالصدمات، يعني التروما فوكس ثيرابي، او في نوعيه من العلاج النفسي المخصص لعلاج الصدمات. تعتبر التحرش صدمه نفسيه كبيرة. بالغه كبيره، فبيبقى تكنيك معين في العلاج واسلوب معين في العلاج النفسي، بنبدا ان احنا نعالج بيه بقى، يعني ليه بقى تفاصيل كتيره وتكنيكس كتيره قوي، بس اسمه تروما فوكس ثيرابي. يعني في نوع معين من العلاج بيعالج هذه الصدمات. فطبعا مع تطور الطب النفسي طبعا يعني قابل للعلاج، ولكن بياخد وقت، لان دايما مثلا يعني في وقعات وحالات كتير يقول لك طب اصل انا مستعجل عشان عايز البنت تنجح في الامتحان، عايزين نخلص بقى الموضوع يا دكتور. اقول له موضوع ايه حضرتك مثلا، او حضرتك موضوع ايه اللي يخلص ده تحرش وحصل كذا كذا كذا، ببقى عايزه اقول لهم مش مهم، يعني هم عايزينها تبقى كويسه مثلا، وناس متعلمه جدا عايزينها تبقى كويسه علشان اصل الامتحان ستيل احنا دايما في دماغنا وفي راسنا وفي تفكيرنا ان احنا الولاد الدراسه بتاعتهم هي اهم حاجه، وان ما يفوتهمش كذا. لا دي نفسيتك انت على مدار العمر كله هتفضل متأثرة بالموقف ده لو متعلقش دلوقتي. بالظبط كده. فبناخد وقت ومجهود وفي وعدد يعني جلسات معينة. وطبعا عدد جلسات معينة. التحرش تحرش. بس هل تأثيره على البنت مختلف عن تأثيره على الولد؟ لا. واحد. لا واحد، لأن ما الولاد بتتعرض للتحرش بيحصل حاجات كتيرة قوي. في كمية قليلة ما يعني الوعي الجنسي بتاعها ما بيتغيرش، يعني بتفضل كده، بس بتعاني بقى من أمراض نفسية أخرى. وفي بيتحولوا إلى يعني اضطرابات جنسية معينة، وفي منهم بيتحولوا إلى بعض الشذوذ الجنسي المعين، بحيث أنه نوع من أنواع الصدمة وإعادة اسمه ري انأكتمنت للسيناريو اللي حصل. فولا الولد بيسلم ولا البنت بتسلم، بل بالعكس. احنا بنشوف دلوقتي نسبة التحرش، بصراحة ما قريتش دراسة معينة عندها، بس من الشغل ومن الخبرة الإكلينيكية بشوف ان دلوقتي ده قد ده. الولد برضو بيتعرض للتحرش، يعني نقول للناس برضو خلي بالكم على الولاد. في الحضانات الجنيني بتاع مش عارف البيت، في الحضانة مش عارف حصل ايه، السواق اللي بيشتغل، لان كل الوقت اللي احنا فيه اضطرابات النفسية كتيرة جدا، وبقت ظاهرة وبقت واضحة، وبقى في خلل، وبقى في ناس ما بتتكسفش. يعني الواقع زي دي، هو راجل ما كسب ده، هو ما شافش فيه كاميرا ولا لا؟ ما فكرش يعني ما فكرش. طيب خليني اقول لك يعني برضو من الحاجات اللي لازم كل ام واب ياخدوا بالهم منهم، ايه السلوك اللي ممكن اشوفه بابني او بنتي منحرف، فاذا هنا اقول ان الولد ده هيكبر عنده مشكلة نفسية. اول حاجة من ضمن السلوكيات حضرتك العزلة، اما الطفل بنشوفه منعزل قاعد لوحده، قاعد لوحده 10 ساعات على الموبايل،
في اوضته، قافل اوضته كده وقاعد على الايباد والبتاع وقاعد وبيلعب جيم اللي هو يعني كل الناس لا بس اللي بيقفله اللي هو مش عايز يخش بجد. تعالى نتغدى، لا انا مش هتغدى. طب انت مش جعان؟ لا انا مش جعان. طب درس، طب التمرين، طب اي انشطه، تعالى اقعد معانا. لا دي علامه ان في مؤشر مش طبيعي يعني. ما ينفعش ما ينفعش نسيب ولادنا، عايزين نستغل برنامج ونقول ما ينفعش نسيب ولادنا يعني معزولين قوي في القوقعه بتاعه يعني ساعات. حتى لو ما كانتش تحرش ممكن تبقى حاجات تانية كتير. فنمره واحد العزله، ان الاقي ابني او بنتي ما عندهمش القدره ان هم يعبروا عن مشاعرهم. يعني انا مش عارف اقول مثلا انا متضايق، انا صوته مش مسموع، صوته مش مسموع. لا اقول له علي صوتك. طب ايه اللي حصل في المدرسه؟ ما يتكلمش. لا اشجع ابني او بنتي على الكلام، على التعبير عن الراي. طب ابقى ملمه باحداث يومه، ايه اللي حصل في المدرسه. طب حد يعني مش برضو بقلق ومش بان انا عايزه اسيطر عليه بطريقه ذكيه، ان انا ابقى عارفه ايه اللي بيحصل من ورايا، ما بقاش ام او اب اتفاجئت بحاجه بعد 10 15 سنه. ما عنديش وعي او جهل، ما هو برضو دي من التربيه، ان انا لازم ابقى فاهمه ابني او بنتي بيعمل ايه وبيكلم مين ومع مين، ما سيبش الدنيا كده. العزله، عدم القدره على التعبير عن المشاعر، انه مثلا التهتئه في الكلام او القلق في الكلام، ما عندوش ثقه بنفسه، مهزوز، يجي يتكلم في وسط مجتمع او في وسط مثلا صحاب او معارف ما يعرفش نفسه، اسمك ايه؟ ما يردش، انت في سنه كام؟ كده. لا ما هو دي ما هو ده خلل برضه في الثقه بالنفس، فلازم انمي مهارات ابني بحيث ان انا اخليه شخصيه يقدر يتكلم، يقدر لما يتعرض لاي موقف من المواقف دي يزعق، يصوت، يجري، يعمل اي يدافع عن نفسه. سن كبير شويه يا دكتور، هل ممكن التدارج ده يعني ممكن واحده دلوقتي من المشاهدات يكونوا بيسمعونا تكون مثلا ما لحقتش ولادها في سن مثلا 4 و5 و6 و7، هل لو عنده مثلا دخل سن المراقبه 13 وكده ممكن تقدر تلحق تعمل؟ مش شايفانا دلوقتي وتتكلم دلوقتي وتقول ان هي وتتكلم مع بناتها او مع اولادها؟ اه طبعا. هو الكلام اولا النقاش المفروض يبقى فيه حلقه من النقاش مفتوحه طول الوقت، كبيره بين الطرفين طول الوقت ومش مرتبطه بسن. فلو انا ما لحقتش زمان طب الحق دلوقتي واقعد اجيب لهم مش لازم اوريهم الفيديوهات بتاعه الطعام، بس اقول لهم ده في حوادث كذا كذا وده بيحصل كذا، على سبيل ان بالنا تحكي لهم مثلا، على سبيل ان انا بحكي تخيلوا حصل بالنا كذا كذا. في يعني فيديوهات، في فيديوهات كتيره جدا تعليميه واليونيسف كانت عاملاها واحنا في العباسيه وفي القصر العيني، يعني في فيديوهات توعيه كتيره جدا جدا مبسطه جدا على اطفال، انه ازاي ما حدش يلمسني، ازاي البرايفت بارتس احافظ عليها، لو في حد قرب مني ازاي امشي، ازاي اصوت، ازاي اطلب المساعده من حد. ففي فيديوهات تعليميه كتيره جدا على اليوتيوب طول الوقت، في مواقع الطب النفسي كتيره قوي، ففي دايما توعيه. اللي ما لحقش زمان يلحق دلوقتي. الراجل اللي بيبقى متجوز متجوز ومخلف او مش مخلف بس هو متجوز ويروح يتحرش بناس بره، معلش انا دي بتعملي انا اللي بتعملي خلل شويه. طب ما سعادتك عندك حلالك بلالك في البيت، ما هو ده المرض بقى يعني حضرتك. ما هو ده المرض يعني بقى يعني هو مش مشكلته العلاقه، هي مش مشكلته العلاقه الزوجيه بالظبط. يعني ساعات الحاجه ايه صعوبه الوصول للحاجه بتسبب له متعه شخصيه، هل ده ممكن يكون عنده جزء من طبعا المرض نفسه بتاع ان انا في حاجه وعايز احصل عليها، وانا ممكن اكون متجوز وعندي اولاد شكل اجتماعي على فكره، ان انا مضطر وصلت لسن معين وبتجوز، لكن انا مش دماغي في الستات اصلا. يعني ياما جوازات بنشوفها بتبقى في درجات من الشذوذ الجنسي وبتيجي الستات تشتكي يعني كتير جدا. فمثلا دي حاجه. الحاجه الثانيه ما هو مش بيفكر في كده، هو مثلا لو واحد متحرش بالاطفال فهو مش ده يعني، هو الرغبه الجنسيه بتاعته مش رايحه هنا، راحة في حتة تانية. طيب. واخد الجواز شكل اجتماعي. طيب الجيل اللي احنا فيه دلوقتي دي 12 13 14 سنة، لو انا حسيت ان ابني او بنتي عندهم سلوك منحرف، لو جيت طبعا قلت لبنتي او ابني تعالى وديك عند دكتور يقول لي بس انت دكتور ايه اللي انا اروح؟ انت اوبا يا ماما. يعني هيقول لي بقى هيرفضوا. خلينا نتفق. طب خلينا نتفق ان فعلا هم هيرفضوا. ازاي الام والاب تساعد حتى لو الطرف اللي هو الولد او البنت مش هيروحوا للدكتور او مش هيروحوا مثلا الجلسات اللي انت ممكن تعملها لهم؟
اولا في الحاله دي بنقول ان الام او الاب يجي يتكلم مع الدكتور الاول بالزبط. يتكلم يشوف المشكله فين يشوف المشكله فين، هل اصلا في مشكله ولا لا. ما هو في اهالي برضو بتبقى قلقانه زياده يعني بتبقى بتحبك المواضيع مفيش مشكله، وهو الاب والام المشكله في الاب والام ان هم قلق زياده، فبننصح ان هم يجوا يتكلموا معانا، نعمل تقييم كده للدنيا طب هنعمل ايه، ولو فعلا في مشكله بنبدا نقنع نقول للاهل هتتعاملوا مع ابنكم ازاي، هتعملوا دي نقطه إيه؟ علاج يعني اولى دي نقطة من علاج قبل الاب والام بالظبط. انا مش عارفه اجيب ابني للعلاج فانا هروح لدكتور عشان يقول لي اعمل ايه عشان اجيب ابني للعلاج، دي نمره واحد. نمره اتنين خلاص هو جه وفي مرحله الاقناع هنبدا بقى انه اولا بالكلام وبالهدوء وبالمكافئات وبالثواب وبالعقاب مش بالعنف، العنف بقى اللفظي او العنف الجسدي او اللي هو الغلاسه الزياده لا، لان هو انا عايزه اساعده واعالجه في حاجه اوريدي نفسيا تعباه فمش هزود عليه. ساعات بتلاقي ان الام والاب محتاجين هم كمان جلسات عشان يعرفوا يتعاملوا مع الولاد صح؟ 50% 50% المشكله ما بتبقاش عند الاهل، واللي بيلجا للعلاج النفسي هم ضحايا التعب النفسي اولياء يعني الامور ده بالذات دي نقطه مهمه جدا طبعا بالذات في الاطفال، احيانا المشكله ما تبقاش عند الطفل، يا ما ناس بيجوا وفاكرين ان اولادهم هم اللي عندهم اصل ابني كذا اصل ما اكلش اربع وجبات اكل ثلاثه بس تعاملي انا بعاني تعال انت اللي عايز تتعالج تعال انت بالظبط كده انا اللي يعني بتعامل معاه اربع وجبات يعني اكل معلقتين نوتيلا ما اكلش اربعه، يعني طب فين المشكله؟ حضرتك اللي عندك مشكله هنا يعني انت اللي قلقه انت اللي عندك القلق ودي حالات بنشوفها وموجوده يعني مش من فطبعا احيانا الاهل هم اللي بيبقوا عايزين يتعالجوا مش الابن او الابنه. طب ازاي بشوف ناس متعاطفه مع المتحرش؟ يبقى هو نفسه عشان متحرش. الحكايه دي الحكايه دي بجد غيظاني جدا، في ناس يعني بنشوفها على السوشيال ميديا وبنشوفها في ردود بعض التعليقات بعض الناس على السوشيال ميديا وبنشوفها في الشارع ساعات خلاص بقى يعني هو عمل ايه يعني او عايزين يمشوا الراجل. انا دي بتغيظني جدا، هي حاجه مستفزه. دول ايه؟ دول متحرشين. دول متحرشين بالظبط كده كائنات، ودول حاجات كتيره قوي يعني دول حاجات كتيره قوي. في بعض الناس هنسميهم الناس، في بعض الناس بيبقوا متحرشين نفسهم فبيدافعوا عن التحرش يعني لو انا دافع عن التحرش ليه يبقى انا بتبع هذا السلوك دي حاجه. الحاجة التانية ان في ناس ما بتقولش كده وبس، بتقول الغلطة عند البنت، تلاقيها كانت لابسة مش عارف ايه، تلاقيها كانت عاملة دي كارثة بقى إيه؟ دي كارثة دايما دي بقى اللي غير محتملة يعني طب هو مفروض ان انا ابقى انسان محترم على فكرة سواء اللي قدامي لابس ايه او عامل ايه. وفي ناس بتبقى مش لابسة اي يعني طفله ما عندهاش ملامح انوثه طبعا كله كان بيلبس كبسه كمان على الموضه فساتين وسكرتات قصيره مش انا لابسه ايه، انت تحترم نفسك وتغض بصرك دي حاجه. فدول الناس. في ناس تانية احنا بحكمنا كمجتمع يعني في بعض النفسيه المجتمعيه كده انه بخضع للسلبية شوية يعني في جزء سلبية كده شوية أو أكبر دماغي لما تعملش النهاردة يتعمل بكرة، فهو بجملة السايكولوجي بتاعت المجتمع يعني في بعض الكسل في بعض إن أنا بطنش بكبر دماغي الموضوع بسيطة مش الدنيا أتفه من حجم الموضوع فدي سايكولوجي بتاعت مجتمع ما ينفعش ألوم فيها بقى فرد أو كده لا، ده هو المجتمع وعادات وتقاليد وقوالب اجتماعية إحنا عايشين فيها من قديم الأزل. غير مثلا ما حضرتك تروحي أي بلد تانية مثلا إنه في معرفش مين البلد واتفر البلد لكن مثلا فيها قوانين صارمة ضد التحرش يعني انت لو بصيت لفلانه او بس عملت لها كده انت هتاخد يعني ده بنالتي انت هتعاقب انت مش من حقك تلمسها مش من حقك ان انت تقرب منها اساسا يعني حضرتك مع تغليظ العقوبه والسرعه طبعا. طب تغليظ العقوبه دي في ناس بتقول مثلا ان احنا عايزين نعمل حاجه زي علامه يتعلم بيها مثلا زي على ايده او على كده بحيث ان هو يراجع نفسه ديشليون مره تريليون مره قبل ما يفكر ان هو يحط ايده او يلمس جسم حد سواء كبير او صغير. هتفضل العلامه دي في ايدك دي مش هتخليك تتجوز وهتفضل بتعرك العمر كله قدام اهلك قدام كل حد. انا حقيقه ما اعرفش موضوع العلامه بس حتى لو علامه كان في ناس عاملين اقتراح كده على الفيسبوك لو واحد متحرش ما هيلبس حاجه بكم هيداري العلامه مش هيضطر يلبس جوانتي غير الجوانتي هقول لحضرتك يعني في القوانين بتاعتنا الجديده في الادمان والطب النفسي بيقول لك ان بندي للمدمن فرصه روح لدكتور وتعالج ويشوف الدنيا ايه لو ما كانش كده لا انت هتتحبس وتقعد على القوانين و
نشوف نعمل تقييم نفسي ونشوف هل هو محتاج ان هو هيتحبس خلاص هو مش مريض نفسي ولا هو مريض ونديله فرصة العلاج. فعلى حسب موضوع احنا بنأمل ان كله يا رب يعني كل اللي عنده النية في كده يفكر ألف مرة يا رب نأمل قبل ما فعلا. ياخد خطوة زي دي. الشذوذ موجود في كل حتة في الدنيا وفي كل حتة في العالم. احنا برضو هرجع واشكر كل مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة وكل الناس طبعا. اللي بتسن القوانين ووزارة الداخلية اللي بتقبض على الناس اللي زي دي واللي بقى فعلا الضباط بتتعاطف وبتتعاون بسرعة جدا دي حقيقة طبعا انها طبعا. تاخد اجراء تجاه الناس دي يعني. نشكرك يا دكتور سالي الف شكر على تواجدك معانا. كانت حلقة جميلة يا مروة كان معتاد بألوانك المنورة الحلوة دي. بنشكرك جدا يا دكتور سالي. ميرسي يا مروة. اعزائي المشاهدين بنشكركم وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي الساعة 6 يوم السبت، نبتدي من السبت للأربع إن شاء الله الساعة 6 ولمتنا الحلوة.